الحكاوي كثيرة لا تنتهي، فأجواء ورائحة مكان يمكن أن تكون سبب ارتباط المواطنين به، خاصة إذا كان لهذا المكان حكاياته النادرة التي تحكى دائما لزائريه وهم يتناولون فنجان القهوة. لعدد من مقاهي القاهرة القديمة حكايات تاريخية يعرفها البعض بينما يغفلها الآخرون، فبعض هذه المقاهي ذكرت في كتب التاريخ المصري الحديث، ومقاهي أخرى ارتبط بها عدد من روائيين وتحدثوا عنها في رواياتهم، لكن معظم هذه المقاهي اختفت وأصبحت مجرد ماض جميل يقرأ في الكتب. في أحد أشهر شوارع وسط البلد بالقاهرة ما زال يستقر مقهريش في مكانه. هذا المكان الذي لم يتخيل رجل الأعمال الألماني الذي شيده عام 1908 أن يتحول من مجرد مقهى إلى قطعة تاريخية هامة في وسط البلد. بمجرد دخولك للمقهى تشعر أنك عدت إلى عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي من حيث كل شيء، الشكل، الموسيقى، حتى الجرسونات. ظل الفضول يلاحقني لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذا المكان النادر إلى أن قابلت المهندس عباس محمود أحد أقدم رواد مقهى ريش الذي حكى لي تاريخ المكان. هو كان مقهى ملحق بكافية التوار اللي هو قهوة رصيف، وكانت موجودة وكان الشكل غير الشكل اللي موجود دلوقتي 1908، ولو اتنقلنا لسنة 1919 والثورة الشعبية بقيادة سعد زغلول وإنشاء حزب الوفد، وحزب الوفد كان عنده جهازه السري اللي بيتولى عمليات الاغتيالات ضد الإنجليز ونشر المنشورات، فكانوا بيدوروا على مكان آمن لطبع المنشورات، وكانوا بيطبعوا المنشورات هنا، ولما يحصل أي تفتيش أو كده من قبل القوات البريطانية أو الشرطة كانوا بيهربوا من الباب ده، والباب ده كان بيؤدي لثلاث مخارج لثلاث شوارع مختلفة، فلم يكتشف أمر هذه المطبعة إلا لما ابتدينا نعمل ترميم سنة 92. الأبنودي بداياته كانت من هنا، أمل دنقل بداياته كانت من هنا، وقبل كده بقى في كتاب كتير، علي أمين، مصطفى أمين، جم كتير كتير، أحمد فؤاد نجم رحمة الله عليه لغاية قبل وفاته بأسبوع كان موجود معنا في يوم جمعة ومقضي معنا اليوم، وشيء كان ظريف جدا. وإحنا خلدنا جزء من الرواد بأننا كان كلما رحل أحدهم نحط الصورة بالأبيض والأسود، ولو طلعت صورت فوق هتلاقي محمد حمام المطرب النوبي رحمة الله عليه كاتب كلمة حلوة على الصورة بتاعته، قال دي عشان لما موت تبقوا تعلقوها، فكاتب إلى مقهى ريش المقهى والملاذ، وكانت فعلا هي الملاذ بتاعهم. إنا تكتمنا الهوى والداء أقتله دفينه. أم كلثوم بالمناسبة غنت، لأن الحديقة اللي كانت ما بين مقهى ريش والميدان كانت مؤجرة لصاحب المكان، فكان بيعمل عليها مسرح بالخيام، وغنت عليه السيدة أم كلثوم. الأنسة روزا اليوسف تزوجت محمد عبد القدوس، لأن إحسان عبد القدوس مواليد 1919، فكان زواجهم من على مقهى ريش. الأستاذ نجيب كان ياخد قهوته الساعة 8، لو ما معكش ساعة ولقيت الأستاذ نجيب دخل وقعد على القهوة اعرف ان الساعة دلوقتي 8 بالظبط، لا دقيقة قدام ولا دقيقة ورا، ويتناول فنجالين قهوة، اول فنجال ياخد منه رشفة واحدة ويسيبه ويطلب واحد تاني يشربه بالكامل. وكانت ندوته الأسبوعية في مقهى ريش. كثيرون يمرون بجواره دون أن يعلموا ما الذي يحتويه هذا المكان، لتكون الإجابة أن ما بداخل ريش هو المعنى الحقيقي لكلمة تاريخ. محمد سماحة، كلام تاني. يعيش المسقى
قف علي على مكه ريش يا يعيش 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 نحفلط نزفلط كتير الكلام عديم الممارسة عدو الزحام يعيش أهل بلدي.